الوالد ديالي كان عندي، كنت هنا في الدشيره انا وبنتي، انا بنتي انا عندي 40 عام وبنتي عندها 18 عام. جاوها الخطاب، خرجت من المدرسه بغات تخطب، قالت لي يا ماما ما بغيتش نجيب الخطاب لهنا عندكم صغير، ما كاينش فين يتحركوا عندنا الناس، داك الشيء غادي يجيو عندي الناس لدار جدي. مشينا لدار جدها باش نديروا الفرح لبنتي، كنت غنفرح ببنتي كما الناس كاع كيفرحوا بوليداتهم. نتزوجات مشي عند راجلها، با مسكين كيخرج يتسخر لينا، هو اللي كيخدم علينا، هو اللي الله يخليه لينا، كنطلب ربي يحفظه لينا. المهم هو اللي كيخرج علينا، كيدير كل شيء على قبلنا حنا. مشى مسكين يصلي، شدوا هذا المجرم هذا، شد واحد الدري قالت ليه مواجه هز هذا الدري هذا، موت المجرم. عيطات لبا قالت ليها جي حمد داموح هز لي هذا الولد. مشات با مسكين با يهز الولد، تضرب حيد لي عيني، انا كنشوف الثقبه فوق عين با، انا ديك الثقبه بالمسيف اخويا بالسيف، ديك الثقبه اللي في عين با دابا كنتخيلها. والدري ولد اختي صغير حتى هو قال لك شافوا حتى ضربوا، كنتابعوا للجامع شاف جدو حتى تضرب. ودابا كنطلب من الملك، من جلالة الملك محمد السادس، إلا كانت شي شفقة راه السيد راه في الموت، ما بين الموت والحياة، راه هادشي اللي بغيت نعرف. أنا دابا ما فهمتش أنا علاش ضرب لي با، وعلاش دار لي هاد الحالة هادي. دابا السيد عنده 65 عام، يقدر يعيش يقدر يموت، الضربة جات في الراس، عنده السكانيرات، عنده الشبكة ديال الراس، عنده كلشي. السيد كان مترقب ولا شنو؟ هذاك السيد قال لك خو، اللي كيقول خو في الأوديوات هما مسجلين عندي، اللي كيقول خو كيقول لك راه كيتقرقب. واحد السيد ضربوا في القري راسو، هما اللي شراو ليه الدواء، هما اللي دا. واحد السيد ثاني حيد لي صبعو قال لك دوز عليه 10 سنين ولا ما عرفتش شحال. المهم هذا السيد مجرم بزاف خطير. دابا خوتو كيهددوني كيقول لي الا خرج من الا جاب الله تبعته خويا راه غيخرج غيقتلكم كاملين. وانا خايفه على بنتي، بنيه وحده اللي عندي، وخايفه على خويا واحد اللي عندي ماشي مجرم، باقي صغير عنده شي 20 عام. وعندي خوتي، عندي وليد اختي صغير، ما عنديش اللي يحامي عليا، ما كاينش اللي يحامي عليا من غير الله والملك ومحمد السادس والقانون. وراك الله يرحم الوالدين. واش العين ديال الوالد، العين ديال الوالد ديالي مشات، قال لي يقدر يمشي ليه الشوف حتى من العين الاخرى، حيت اصلا هذيك هي باش كيشوف مزيان، هذيك ما كيشوف بها والو. واش حيدها كاع من بلاصتها؟ حيدها صافي، تقسمت على جوج، السيف قسمها ليه على جوج، مشى ليه الشوف، ما عمره باقي غيشوف، ولكن الاخرى يقدر تمشي ليه حيت هي باش كيشوف مزيان. هذه اصلا ما كيشوفش بها مزيان، هذه باش كيشوف راه مشات ليه، هذه اصلا ما كيشوفش والو، راه شافوا اطباء قالوا ليه كيديروا ليه ارقام ما شاف فيه ما كيشوفش بها بزاف. دابا انا كنخاف غير تجي شي مرضى في الراس ولا يطلع لي شي حاجه لراسو، راه با هذاك والكبده ديالي تشوات. كنطلب من الحسينين اللي عنده شي حاجه واللي خلي كيحس لي عنده الاحساس يحس لي با، انا با هذاك جات لي بشي حد اخر ولا با كنموت عليه، با اللي عندي، با اللي عندي هو اللي كيحن فيا، ما كاينش اللي كيحن فيا من غيره، الله يخليه عليا. راجل كبير ماشي ديال هذا الشيء، ماشي ديال الضربه، خدام غير في الزبل، كيجمع غير الزبل، خدام في عنده كيجمع غير الكاميه الزبل، مع من كيمشي كيخرج مع 5 الصباح، وراجل كبير وكيجيبها بالحلال، كيجيبها بعرب كتافه، ما كيتقاتل ما كيضرب ما كيدير حتى شي حاجه. هذا المجرم هذا اللي دار لي هكا، بغيت ربي ياخذ فيه الحق، بغيت ربي ياخذ فيه الحق. هذا الشيء اللي بغيت، هذا الشيء اللي كنطلب. لا خويا لا، عمر شي عدوة ما كانت انا حتى خويا، ما عمر عنده شي سوابق ولا عنده شي حاجه دري خويا داخل سوق راسو، ما عندناش شي عدوة مع هاد الناس، ما عندنا حتى شي حاجه، ما كنعرفهمش كاع. انا كنسكن هنا في اكادير، انا حياتي كامله كنسكن في اكادير، كنخدم على راسي وكنخدم على بنتي. دابا بنتي كبرات، ملي بغات تتزوج وبغات تعيش دوز لي العرس في هاد الدويره الصغيره، قالت لي امي غنمشيو ندوزوه في دار جدي، غنمشيو لدار جدي، جدي ولا يحن فينا ويحس بينا. مسكين راه هذاك النهار ضربوه ليا في عينه، ما نسمحش اللي دار ليه هكا، كون غير ما مشاش ليا الشوف با، كره ما كلهاش في الراس. دابا كيطلبوا مني نسمح، كي غندير نسمح؟ وكنتهدد انا كنشوف خوتي دابا اللي كيهددوني، جوج تويميين هما اللي كيعيطوا ليا وكيهددوني. حقك يعني ما خديتيش؟ ها كتشوف ان حقك ما خديتيش؟ ما خديتش حقي من هاد المجرم، هادو كيهددوني خوتو. دابا خوتو كيهددوني، شادينو في البريكاد، ودابا كل نهار مشى عنده السبيطار. دابا با مضروب ومشى عنده السبيطار، كيقول لي عافاك الدم واحد تنازل، وكيبكي عليه. الوقيته اللي كيقول لي عافاك الدم واحد تنازل، با مسكين بالخلعه خرجناه من السبيطار، دينا كيعطي الاقوال، باقي ما عطاش، باقي نهار السبيطار الخرجه ديالو، دينا شهاده طبيه، زات اختي داتها هي الاقوال، اختي خايفه منهم، دات اختي كيعطي الاقوال، نغض ليهم
عرضني لا رجعنا للسبيطار، جابوا المجرم دوزوه في المحكمه. دابا داز المجرم في المحكمه وبا ما حضرش معاه، حيت داك النهار فاش غيحضر معاه ها هي الورقه ديال الطبيب، دينا الطبيب مرض لينا ودينا الغد لي عند الطبيب. لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا راه يا ربي تاخذ لي حقي منه، انا راه صافي قلبي طيب. دابا راه كل ساعه كيضر راسه، مره كيسخف مره كي ما قدرش باقي، انت كتشوفه ما بقاش كما كان، انت كتشوفه با. ملي ود المغرب قلت لها انا راه غادي نمشي نصلي، خرجت نمشي نصلي. ملي درت مع الدوره لقيتهم قاعده فوق الباب، واحد الدري طاح عليهم فوق الباب تما هبيت شويه، قالت لي يا ربي شد هذا الدري ديه لوالديه. حضرت على الدري نهز نديه لوالديه، بين ما خرج هذا قال لي اجي هذا الحرام ضربني على الراس ديالي. باش ضربك؟ ضربي بالسيف. ضربك بالسيف؟ السيف باش ضربني السيف. قلت له خلاص علاش ما قدموه معاه؟ علاش ما جابوه معاه؟ قدموه غير هو بوحده، ما يقدموا السيف، خصو يقدموا السيف يشوفوا الوكيل. واش دابا عينك مشات؟ عيني مشات صافي، عيني ما كنشوف به. وتقول ديك الساعه ملي ضربني كتبان لي عاد الضبابة صافي تشرش، تقلب راسي صافي طحت، ما بقيتش انا عقل على راسي صافي. فين عقلت شي بالضبط؟ وقع في عين القلاعه. دوزو سعود. دوزو سعود. دوار جديد. دوار جديد. دوار جديد دوزو سعود. نواحي ديال القلاعه. ايه نواحي ديال القلاعه. واش كطلب دابا الوالد؟ اش كنطلب الناس اللي تشوفوني هكا في الحاله ديالي، اللي عنده شي حاجه باش يصوبيني يعاوني، ما عنده باش يعاونك في الشفاء ويدعي معاك بالضبط. يدعي معايا غير في الشفاء. قول لهم النمره التليفون ديالك يعني اللي بغى يتعاون معاك. عطيه النمره التليفون ديالي. ديال 06 98 05 40 85. عاوديها 06 98 05 40 85. الله يرحم الوالدين.